وللمزيد من التفاصيل حول فعاليات مهرجان العالم عالمين ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب. محمد، بعد تحية، ضعنا في المشهد لديك أكثر وعن أهم الفعاليات التي تتم خلال مهرجان العالم أو مهرجان العالم عالمين، وأهم هذه الفعاليات خصوصا الفنية والرياضية. نعم يعني زملائي في الاستوديو، بعد تحية، بالفعل ما زلنا متواصلين معكم لمتابعة جميع الفعاليات في مهرجان العالمين. يعني يمكن كما ذكرتي منذ قليل انطلاق البطولة العربية للجودو والتي تستضيفها مدينة العالمين على هامش المهرجان. هذه البطولة يشارك فيها أكثر من 18 دولة عربية بأكثر من 400 لاعب ولاعبة من هذه الدول. يمكن هذه البطولة وإن كانت تأتي على أرض العالمين فهي تؤكد بالتأكيد على قدرة مصر في تنظيم العديد من البطولات الدولية والعربية كبطولة الجودو. يمكن على مدار الأيام القليلة الماضية كانت هناك العديد أيضا من الفعاليات الرياضية التي استضافتها مدينة العالمين كبطولة الكرة الشاطئية والتجديف وغيرها من الفعاليات الرياضية. في الحقيقة الفعاليات الرياضية تصدرت المشهد بشكل كبير خلال يعني مهرجان العالمين. أيضا لدينا يعني حدث يعني رياضي خاص بالسيارات سيقام يعني بعد يومين، هو يعني سباق للسيارات سوف يكون في مدينة العالمين الجديدة. هذه المسابقات سوف تكون يعني لديها العديد من المفاجآت لرالي السيارات وسوف يجذب شريحة كبيرة من محبي هذه الرياضة. هذا فيما يخص الفعاليات الرياضية. أيضا لو تحدثنا عن الفعاليات الفنية، طبعا يعني يجرى الآن الاستعداد لمهرجان الدراما المصرية، هذا المهرجان الذي سوف ينطلق في 24 من أغسطس بمشاركة العديد من الفنانين. يأتي هذا المهرجان تحت شعار 60 عام سينما بمناسبة طبعا انطلاق أول عمل درامي في مصر منذ 61 عام. هذا فيما يخص أيضا الفعاليات الفنية. أما في يخص الفعاليات أيضا بقى السهرات والحفلات، فلدينا في اليوم الخميس ويوم الجمعة يعني العديد من الحفلات، ربما أربع حفلات رئيسية، حفلة للمطرب أنغام، حفلة للمطرب حكيم، وحفلتين آخرين للعديد من المطربين. يمكن يعني مهرجان العالمين بشكل عام أحدث حالة كبيرة، له صدى إعلامي وثقافي وحضاري ورياضي على جميع المستويات، وليس فقط في مصر ولكن في دول العالم وفي منطقة تحديد الشرق الأوسط والخليج. كان لنا العديد من اللقاءات مع العديد من الجنسيات في مدينة العالمين، أشادوا بالتنظيم والمدينة والاستقبال وتنظيم الفعاليات، فكل هذا بالتأكيد كان له أثر كبير على انطلاق يعني مهرجان العالمين وأن يعني يجتذب ويكسب هذا اللقب بأنه الأضخم. وفعلا نعم محمد، اتضحت الرؤية كثير من الفعاليات الرائعة في خلال مهرجان العالم عالمين، وكل التوفيق لكل الفرق الرياضية المشاركة. جزيل الشكر لك محمد الخطيب، كنت معنا من مدينة العالمين مباشرة.